ممكن أدخل؟ ادخلي. بالهنا والشفا. أمال ستك سليلة فين؟ أبلة سليلة راحت المقام، أصلها قالت إنها حاسة إنها مخنوقة، فراحت تاخد البركة يمكن تنفك خنقتها. بص بقى، طول ما ستك سليلة مش موجودة في البيت، أنت كمان تبقى مش موجودة في البيت، اتفضلي. حاضر. إيه، في حاجة؟ أصل أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. طلب ايه؟ عايزك تكلم ليلى بنتي تعقلها. ليلى بنتك؟ مالها؟ البنت مش طايقه نفسها، كل ما يجي لها عريس تقول لا، وانا مش هعيش لها العمر كله، والنبي انا خايفه عليها قوي يا سيد. وهي هتسمع منك، ولو ترقيها كتر خير. انت الخير واحنا عايشين في حسك يا سيدنا. يلا اطلعي. لا انا همشي. تمشي ليه؟ وانا كنت مبسوطه اجيبك عشان تقولي لي همشي، هو لعب عيال؟ انا خايفه. اوعي تقولي الكلمه دي وانت مع قبلتك سليله. اطلعي اطلعي حالا، هتسمعي احلى صوت. ولسه في ايه يا اولاد؟ هو ايه السويت ده؟ وجهي بتتقطع بتقطع. طب ايه الحالي والنبي؟ ايه يا اختي؟ ايه؟ اسم الله عليك. بتوجعني قوي، مش عارفه اعمل ايه. اسم الله عليك يا اختي. اسم الله. معلش معلش ليلى، تعبي يا اختي، ايدك معايا. ودي ايه يا اختي؟ الف سلامة عليك. اسمعي يا اختي، مش قادرة مش قادرة مش قادرة. ريحي عليا. ادريني يا خالتي بالراحة بالراحة. امي مش يا اختي، معلش معلش. في ايه؟ ايه حبيبتي؟ ودي مش قادرة يا بابا، سلامتك. ما تقلقش، المغصة شوية شوية دلع بناتي يا اخويا. وفيها ايه؟ لا مش قادرة، بتوجعني بجد. بقول لك ايه يا ادريه، ما تسيبي بنتك بايته معاها الليله دي. بنتي تبات بره البيت. لا يا اختي، الناس تاكل وشنا. البنت ما تباتش بره البيت يا اختي. هي حبات في حته غريبه يعني. طيب يا اختي. يا جماعه ما فيش داعي يعني انكم تتعبوها معانا يعني. لا لا، تعب ايه وبتاع ايه؟ طب قسما بالله ما حد هيبات جنبها غيري. كتر خيرك يا حبيبتي. اللي اغليلها بقى كده كوبايه قرفه مع عسل ابيض عشان تدفلها بطنها. عيني بس حبيبتي. يا سلام عليكي. قادرة يا ماما بتوجعني. انا عارف حبيبتي، هنسيبك تريحي شويه. ها بالراحه يلا يا اختي. بطلي ده لعبانات، في ايه يعني؟ ردي عليا على التليفون يا بنت. طبعا يا ما تقفليش. عيني يا ام خالد.